السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار ليوم السبت 29 من صفر لعام 1439 للهجرة، الموافق 18 من نوفمبر لعام 2017 للميلاد، نقدمها لكم من موقع أنا السلفي. تقدم الدكتور أحمد خليل خير الله رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور ببيان عاجل إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، موجها إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء بشأن ما يتردد إعلاميا لتغيير اسم جامعة زويل. حصل الدكتور محمود رشاد والدكتور أحمد العرجاوي عضو مجلس النواب عن حزب النور على موافقة المهندسة نادية عبدو محافظ البحيرة بتوفير الاعتماد المالي لاستكمال الصرف الصحي بالوحدة الصحية العمارات إدارة المرور ببرسيق في مركز أبو حمص. شهدت جبهة مقبنة في الشمال الغربي لمحافظة تعز يوم الخميس مواجهات عنيفة بين قوات الجيش الوطني اليمني والميليشيا الانقلابية أسفرت عن سقوط أكثر من 7 قتلى و13 جريحا في صفوف الميليشيا. نشرت السفارة السعودية في لبنان اليوم السبت تعميما للمواطنين السعوديين بها تدعوهم فيه لمغادرة لبنان في أقرب فرصة ممكنة. علقت هيئة سوق المال السعودية حسابات الأمراء والوزراء ورجال الأعمال الموقوفين على ذمة قضايا فساد، وقالت وكالة بلومبيرغ إن القرار سيمنع الأشخاص الموقوفين من شراء الأسهم أو بيعها أو التداول فيها. هددت الولايات المتحدة منظمة التحرير الفلسطينية بإغلاق مكتبها في العاصمة الأمريكية واشنطن ما لم تدخل في مفاوضات سلام جدية مع الكيان الصهيوني على حد وصفها. وقال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون أنه قرر بأن الفلسطينيين يخالفون قانونا أمريكيا ينص على ضرورة غلق بعثة منظمة التحرير الفلسطينية إذا ما قام الفلسطينيون بدفع المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة إسرائيل على جرائم بحق الفلسطينيين. دافع الرئيس الإيراني روحاني للمرة الثانية خلال شهرين عن التدخل العسكري والسياسي في بلدان المنطقة، قائلا خلال اجتماع لحكومته إن إيران لا تنوي الخروج من لبنان أو سوريا. أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية التونسية يوسف الشاهد تعديلا وزاريا محدودا شمل وزارتي الصحة والصناعة. فتح معبر رفح بين مصر وغزة اليوم أبوابه مجددا أمام حركة عبور المسافرين، وقال مصدر مسؤول في المعبر إنه يجري مرور المسافرين القادمين من غزة في طريقهم للجانب المصري. قال وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات الدكتور أنور قرقاش اليوم إن هناك ضرورة للخروج بموقف عربي يستند إلى بعد سعودي ومصري، مستنكرا ترويج البعض لإيران وتركيا. صرح السفير هشام بدر سفير مصر في إيطاليا ومندوبها الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في روما أن المجلس التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي قد أقر خلال الفترة من 13 إلى 16 من نوفمبر الجاري زيادة ميزانية برامجه في مصر بمبلغ 20 مليون دولار لتصل إجمالي ميزانية البرنامج خلال الفترة من 2013 إلى 2017 إلى 189 مليون دولار. افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت أول مدينة سمكية صناعية في الشرق الأوسط تهدف لرفع قدرات مصر من إنتاج الأسماك. تقدم عدد من أئمة وخطباء المساجد التابعين لوزارة الأوقاف بعدد من الطلبات لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وذلك لضم قطاع الدعوة من وزارة الأوقاف إلى الأزهر الشريف. كشف أحمد الزيني عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية عن زيادة في أسعار الأسمنت بقيمة تتراوح ما بين 50 إلى 100 جنيه في الطن. أعلنت الشركة المصرية للأمصال واللقاحات فاكسيرا توفير طعم الأنفلونزا ب 65 جنيها للكبار والصغار بمركز التطعيمات بالشركة. أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة قررت إعفاء طلاب محافظة شمال سيناء من المصروفات الدراسية. قال الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم إنه بالنسبة لتلاميذ الصف الأول الابتدائي فلن يخضعوا لأي امتحانات تحريرية، لكن سيتم تقييمهم بطريقة التقييمات الشفهية والتقويمات العملية للأنشطة التربوية اللاصفية، وتكون صورة تقديرات ممتاز، جيد جدا، جيد، مقبول دون المستوى ويحتاج لرعاية. تشاهدون اليوم على موقع أنا السلفي المحاضرة 75 من سلسلة تفسير سورة الأحزاب، وفصل في إبطال دعوى الرافضي أن الإمامية أخذوا مذهبهم عن الأئمة المعصومين، وتابع المرتبة الثالثة وهي مرتبة المشيئة من سلسلة شفاء العليل فضيلة الشيخ ياسر برهامي، كتاب الرؤيا من سلسلة مختص صحيح مسلم الشيخ سعيد محمود،
باب بيان وجوب الإيمان وفرضه من سلسلة كتاب الإيمان من الإبانة الكبرى الشيخ عصام حسنين. باب التقوى من سلسلة منجد الخطيب الشيخ محمد سرحان. المحاضرة 58 من سلسلة تفسير سورة آل عمران من تفسير السعدي الشيخ إيهاب الشريف. انتهت نشرة الأخبار من موقع أنا السلفي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.